ألا من لي بأنسك يا أخيا، ومن لي أن أبث كما لدي. هذا رثاء صعصع ابن صوحان يوم اللي يوقف على قبر أمير المؤمنين بعد أن دفن أمير المؤمنين. ألا من لي بأنسك يا أخيا، ومن لي أن أبث كما لدي. طوتك خطوب دهر قد توالى، لذاك خطوبه نشرا وطيا. بكيتك يا علي بدر عيني، بكيتك يا علي بدر عيني، فلم يغن البكاء عليك شيئا. وكانت لي وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. يعذبنا البكاء متى بكينا، وهل عرف البكاء لكم سنيا؟ ولو كثر الدموع يرد ميتا، لأرجعت الدموع لنا عليا. ويلي، هذا بكاءنا على علي، لكن شلون بكاء زينب تلتفت إلى أمير المؤمنين تقل أبا يا علي يا علي، العيد مجبل والحزن زايد علي، وعاينت دار المرتضى منه خلي. فقد الأبو نغص علينا بهالسنة العيد، ومن الصبح باكر علي أحزاني تزي، نبكي ونلطم والبكا واللطم ما يفيد. نشبت مخالبها بحشاشتنا المنية، ويلي محلى الأبو في العيد. عيد لو جمع ولبسهم الزينة على جار العادة، ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة، يطيب القلب وتصير عيشتهم هني. واحنا ابونا قبل عيده بتسعة ايام سافر وخلانا، وصرنا بعد ايتام وافراحنا راحت، وصار العيد في الشام باكر الناس معيده، واحنا بعزيه لكن قشره علينا نزلت الكوفه. يا ابو حسين فالك عسفا للسلام يا ضيلا، قالها الحسن يا اختي السلام للأبو من ما تنظرين السيف شق غرة جبي. أنا ما ظنتي حامل حمى من طبرت يقوم، هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم.
قوض أبونا حسبته يومين بعد يوم ما لونه تغير وانخسف ما تنظرين. يلا عليك. قالت يا عقلين اطلب من الله السلامة ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيام ونعيد بزينة ولا نعيد يتام. قالها يا ثكل العيد لا تتذكرين يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشام كان الخبر وصل تصير ابرك واحنا بعد يوم وليله ونصبح ايتام وعند الصبح كهف الارامل تفقدين. الا من مناد وعليا ولكنما الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. طيبوا مجلسنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. تختلف أساليب القرآن في بيان المرادات التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلال هذا اللسان الذي نزل به القرآن الكريم. وبناء على ذلك قد تجد أن بعض السياقات في القرآن تفهم معنى إلا أن هناك ما وراء السياق معنى آخر، وقد تأتي بعض السياقات وتأتي بعض الآيات ولكن الآية الواحدة مرادها غير ما ذكرت في نفس هذا السياق. مثل ذلك ما يذكره القرآن في كلامه عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السياق في سياق ماذا؟ الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا خرجت بعض الآراء كآراء العامة تقول أن المراد من أهل البيت في الآية هم من؟ زوجات
الرسول صلى الله عليه وآله تمسكا بالسياق، متمسكين بالسياق، فيأخذون هذا الرأي ويعتقدون به. ولأجل ذلك اختلفت مدارس التفسير، فبعض المدارس تقول القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه يسمونها نظرية تفسير القرآن بالقرآن، يعني نفس هذا القرآن يفسر بعضه البعض. مثل ماذا؟ مثل إنا أعطيناك الكوثر، قالوا لا تجد في القرآن أي كلمة للإعطاء بلفظ الإعطاء إلا في آيتين، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وإنا أعطيناك الكوثر. فقالوا إن العطاء الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله حتى يرضى هي من؟ فاطمة. هذا نظرية القرآن يفسر بعضه ماذا؟ بعضه، يفسر بعضه بعضه، هذا قول أو نظرية. النظرية الثانية نظرية تفسير القرآن بالرأي، وهذه النظرية كان عليها أبو حنيفة، وقد رفضها الإسلام أيما رفض، فقد وردت الروايات من فسر القرآن برأيه هلك، ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. عندنا نظرية ثالثة تسمى بالنظرية الاجتماعية في تفسير القرآن. كيف؟ يعني آخذ أنا كمفسر أو هذا العالم كمفسر يأخذ هذه الآية ويحاول أن يجعل لها إسقاطات على المجتمع من دون أن يحده ماذا؟ زمن معين. يقول القرآن فيه شمولية، شامل لكل زمان ومكان، وبما أنه شامل لكل زمان ومكان أنا أحاول أخذ هذه الآيات وأطبقها على الآن الزمن الحاضر، يا أرض الواقع. إذا تلاحظون مثلاً إذا شايفين الشعراوي لما يفسر بهالطريقة، صحيح يأخذ مثلاً بعض النظريات الأخرى، لكن غالب على تفسيره أنه يحاول هذه الآيات شنو يقربها إلى الناس بعرف اليوم وعرف المجتمع، ولذلك تشوف الناس تتفاعل مع تفاعل كبير لأن تحس أن القرآن جاي يلامس شنو؟ الواقع، يلامس الواقع. كل هذه التفاسير كلها تفاسير ظنية، والتفسير الظني يعني ما يمكن أن أقطع به، حتى تفاسير نحن الإمامية كلها تفاسير ظنية عدا تفسير أو مدرسة واحدة من التفاسير، وهي التفسير الروائي، تفسير القرآن بروايات أهل بيت محمد. هذه الروايات في التفسير، أنا لما أنا كمطالع للروايات أو العالم لما يريد يفسر، خصوص العالم لما يجي إلى الرواية ينظر إلى الرواية، والرواية بما أنها ظنية الصدور، أظن أنا في صدورها، أنا ما أدري هل متيقن فعلا أن المعصوم قال هذا الكلام، ما أدري. لذلك نشأ عندنا علم سمي بعلم الرجال، علم الرجال يدرس أحوال الرجال، الرواية عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة عن الإمام الصادق، أجي أدرس كل هذه السلسلة السندية، فإذا كانت سلسلة معتبرة يعني رجال ثقات عدول، الرواية صارت معتبرة تكون مثلا موثقة إذا كانت الرجال كلهم ثقات مو شرط إمامية، وتكون صحيحة إذا كانت سندها كلهم عدول إمامية، أنا هنا أخذ بها إذا كانت معتبرة وأقول بأنها صدرت من المعصوم، لأن ليس كل الروايات صادرة عن المعصوم، كثير من الروايات دست، كثير من الروايات مختلقة. مثلا في زمن بني أمية اختلقت روايات كثيرة
كهذه الرواية أن الحسين خرج عن حده خرج عن دين جده كذا خرج عن حده فليقتل بسيف جده، خرج عن حده فليقتل بسيف جده. أو بعض الروايات التي تمجد من بعض الشخصيات وترفعها في قبال شخصيات أخرى تضعها. أنا لما أحاكم الناس ما أقدر أخذ كل رواية، شيء طبيعي. أنت الآن في الزمن الحاضر كل واحد يجي يقول لك كلام مباشرة تصدق هذا الكلام، ما يسرق عقل. وذاك يقولون له ترى فلان مات، فلان مات يوم ثاني رأى، قال له أنت ما مت، قال له أنا قدامك، قال لا اللي قال لي ثقة، أنا اللي قال لي أنك أنت مت ثقة، وشلون أنا أكذب هذا الثقة؟ هو أنا قدامك الآن. لذلك مو كل نص ومو كل كلام أراه أو أسمعه أخذ به. وين العقل الزينة التي أعطاني إياها الله سبحانه وتعالى؟ العقل زينة للرجل، ها؟ يعرف عقل الرجل بحسن مقاله، يقول علي سلام الله عليه في مضمون خبره. فنأتي إلى الروايات التفسيرية، هذه روايات تمحص تناقش حتى نخرج بماذا؟ نخرج ببعض يعني المفاهيم القرآنية. ناهيك عن الروايات المدسوسة من اليهود اللي يسمونها الإسرائيليات، يعني مثلا من الروايات الإسرائيلية التي وردت في تفسير سورة الإنسان رواية تقول لما أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان أرسل جبرائيل إلى الأرض وقال له خذ من الأرض من طينها من سبخها وجبلها وطينها ومائها وأتي بها. يقول فنزل جبرائيل لما أراد أن يأخذ التفتت فنطقت الأرض وقالت أعوذ بالله منك إن أنقصتني شيئا، فتركها ورجع، يعني ما نفذ أمر الله. هذا جبرائيل. شوف الإسرائيليات بعض الوقت ما يمكن تصدق. زين، فأرسل الله سبحانه وتعالى إسرافيل وقال له مثل ما قال إلى جبرائيل أنزل إلى الأرض وأتني بهذه الأربعة المركبات أو هذه الأربعة الأصناف، وينزل إسرافيل ويأخذ وتقول له الأرض كما قالت لمن؟ لجبرائيل، فيعصي أمرها ويقول أأرضيك مقابل أمر الله، ويأخذ هذه المركبات أو هذه الأمور الأربعة ويروح بها في تنفيذ أمر الله. لما أن أتى بها خلق الله الإنسان من هذه المركبات من الطين، خلق الله الإنسان من الطين، خلقه وجعله 40 عام على مدخل الجنة تطأه الملائكة حتى أراد نفخ الروح فيه فأدخل الروح من رجله حتى وصلت إلى نصف بدنه فأراد أن يقوم، لذا يقول الله خلق الإنسان من عجل. يقول ثم تولجه الروح ويصير إنسان، يصير آدم. وين هذه؟ واضح الإسرائيلية فيها. هذه منه يعني ما يمكن أن يعني العلماء هذول المفسرون الحادقون يمتازون بتمييز الروايات، هذه إسرائيلية لو مو إسرائيلية، كعب الأحبار وغير كعب الأحبار اللي دخلوا وأتوا من الروايات، بعضهم آمن بالإسلام إيماناً واقعياً، يعني مآمن كامل لكن لا زالت شيء من اليهودية في قلبه فيجيب بعض الروايات، بعضهم آمن ظاهراً وأخذ النفاق فيدخل في الإسلام ما ليس منه وفيه، وصارت هذه الروايات موجودة عندنا. يعني بالله عليك، أولاً شلون جبرائيل وهو وحي يخون الله في أمره؟ هذا اللي الله يبعثه بالكتب السماوية، يبعثه بالآيات، مو معقول هذا جبرائيل يعصي الله، لا يعصون الله ما أمرهم.
طيب الأمر الثاني، يعني الله سبحانه وتعالى محتاج إذا أراد أن يخلق شيء يحتاج أن يخلي هذا الشيء مرمي هليد سنة وتطعه فلان وتطعه الملائكة وتعال أنت روح وما يصير هذا الشيء إلا لا لا إلا بروحتك وجيتك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر الله. لكن إحنا مثل هذه الرواية هم نستفيد منها ماذا؟ نستفيد منها أن الإنسان ترى أنت مهما كنت، ترى مثل ما كنت توطأ إذا صدقت، مثل ما كانت ملائكة تطأك، ترى هم الدنيا أيضا إذا نزلت في قبرك ماذا؟ تطأك الأرجل. وما أظن أن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. من لم يطأ، يقول من لم يطأ الرجل، من لم يطأ الأرض برجله وطأ التراب بصفحة الخد. يوم اللي ينزلوك بالقبر ترى ما عندك شيء تسوي، هذه القطعة حتى بس يسترونك عن الناس، هذه القطعتين كفى. وإلا تنزل تطأ التراب بصفحة خدك الناعم الذي لطالما أكلت، طالما أكلوا، يقول الإمام، لطالما أكلوا وطالما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. لذلك لابد إحنا ننظر في الآيات إلى ما ورائيات الآيات. من وين نأخذ ما ورائيات الآيات؟ من الروايات. مثلا متكئين فيها على الأرائك، متكئين فيها على الأرائك، هذا بيان وكناية، الاتكاء كناية عن الراحة والاستقرار والطمأنينة. الأرائك ماذا؟ الأرائك السرر، السرير، لكن مو أي سرير يسموه أريكا، السرير الذي جعلت عليه قبة ولفت بالقماش، هذه يسموه أريكا. طيب فيقول الله سبحانه وتعالى هذول اللي آمنوا واتقوا وصدقوا كانوا من الصادقين، من المؤمنين، من الشاكرين، من الذين آمنوا بالله وبالعقائد الحق، هذول يصيروا في الجنة على نحو الإطمئنان، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الآلوسي ينقل في روح المعاني، تفسير روح المعاني، يقول في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل الجنة في الجنة إذ أشرق ضوء كضوء الشمس، فقالوا يا رضوان كيف ذاك والله يقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فيقول ليس ذلك بشمس وإنما هو نور علي وفاطمة ضحكا فأشرقت الجنان ببسمته. الله صل على محمد. لا يرون فيها شمس، لا يرون فيها زمهريرة، شنو ذا هذا الحظ؟ حظنا اليوم نحشر مع أهل البيت وندخل إلى الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة علي سلام الله عليه أو ببركة أهل البيت عليهم السلام أن يدخلنا الجنة مع أهل البيت سلام الله عليهم، أن يشفع أهل البيت فينا. فاطمة التي تلتقط، ها تقول الرواية، تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب أو الحب الجيد من الحب الردي. أسأل الله أن نكون معهم في أعلى عليين في الجنان. فلذلك لا يرون لا شمسا ولا زمهريرا. الزمهرير ماذا؟ شدة البرودة. يقولون ترى النار مو بس حريق، النار مو بس حريق، النار فيها عذاب الحريق وفيها عذاب الزمهرير، شدة البرودة. حتى تقول بعض الروايات ينادي أهل النار أو أهل الزمهرير، ها ألا لو عذبنا بالنار 1000 مرة ولا نعذب بالزمهرير. شدة البرودة ترى قاتلة، البرد الشديد قاتل.
كما أن النار تحرق، البرد أيضا الشديد ماذا؟ يحرق. لذلك العذاب عذاب بالنار، وعذاب بالحريق، وعذاب بالزمهرير. فلا يرون فيها الشمس الحارقة في النار ولا البرد القارس، البرد الشديد، يعني حياة هادئة أو نشأة هادئة طيبة لا يتأذى فيها أحد. ها؟ يسكنون فيها، ادخلوها كذا سلام عليكم بلي بما صبرتم فنعم عقب الدار. الفرد الأبرز لهؤلاء من؟ أهل البيت سلام الله عليهم، أهل البيت سلام الله عليهم، رسول الله صلى الله عليه وآله، علي سلام الله عليه، ذاك الذي حمل راية الإسلام وكانت له المعاجز منذ وطأ الدنيا. تقول الرواية ها عندما أراد الله أن يولد موسى بن عمران، أتت أمه إلى بيت المقدس فأوحى إليها أن اخرجي فإن هذا بيت عبادة لا بيت ولادة. لكن أمير المؤمنين يوم اللي فاطمة بنت أسد يأتيها المخاض وتروح إلى بيت الله، تقول اللهم إني مؤمنة بما أرسلت، وإني مؤمنة بكتبك وبجديها إبراهيم وكذا، فينشق لها بيت الله وتدخل ويغلق ذلك الجدار. يحاولون جاهدين على فتح الباب لم ينفتح. ثم ثلاثة أيام فاطمة في الكعبة وتخرج بعلي سلام الله عليه، يعني فاطمة تأكل من نعيم الجنة ثلاثة أيام، هذا شيء تأكل من نعيم الجنة، وهذا دليل على طهارة المولود وطهارة الأم. ما يصاحب الولادة من دم النفاس، احنا عدنا النجاسة في المسجد إذا تزاحمت مع الصلاة لابد أن ترفع النجاسة قبل الصلاة، ما بالك بيت الله. يقولها اخرجي فإنه دار عبادة أو بيت عبادة مو بيت ولادة. وأمير المؤمنين لا، ادخلي إلى الكعبة. الدليل على طهارة الوالدة وطهارة المولود أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني لم تر دما ولا ما يصاحب الولادة من خبائث أبدا، طاهر مطهر، مطهرون، نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. ثم يطهر الله سبحانه، يطهر الله سبحانه وتعالى الكعبة بعلي سلام الله عليه في يوم الفتح. يصعد على كتف رسول الله صلى الله عليه وآله ويهدم الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهذه حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه، رافعا لراية الإسلام أينما حل وأينما كان، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. يقول ذلك الرجل سمعت بأذني هاتين وإلا صمت، ورأيت رسول الله بعيني هاتين وإلا عميتا، يقول علي قائد البررة منصور من نصره. وفي واقعة خيبر رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث بعضهم للفتح، لا يفتح الله على يديه وينادي لأعطين الراية غدا، رجلا كرار غير فرار، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وأمير المؤمنين وين كان؟ يقولون أمير المؤمنين مع ما به من مرض ما تخلف عن القتال، لا والله ذهب. يقولون كانت قد أصابته وأصابه الرمد في عينه، عينه كانت مريضة. يقول فنادى رسول الله أين علي، ويأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه
فيأخذ رسول الله شيئا من ريقه ويمسح على عين أمير المؤمنين، فتشفى عين علي ويسلمه الراية ويقول اذهب يا علي، يفتح الله على يديك، ويروح أمير المؤمنين ويفتح الله على يد علي سلام الله عليه. لذلك أمير المؤمنين ما يقدروا عليه إلا في الصلاة. إيه ابن ملجم مو بقد أن يغتال خليفة من الخلفاء، مو أمير المؤمنين. وبعدين ترى جريمة قتل أمير المؤمنين ما كان فقط ابن ملجم هو لوحده، لا، الذين اشتركوا في قتل علي سلام الله عليه في التنفيذ ثلاثة. تقول الرواية ضربت قبة، كانوا يعتكفون في آخر شهر رمضان في جامع الكوفة. يقول فضربت قبة، وكان في هذه القبة تلك المرأة، وكان الأشعث، وكان عبد الرحمن بن ملجم، وكان جردان، وكان شبيب، هذول كلهم في تلك القبة وفي تلك الخيمة. حجر ابن عدي طالع وإذا يسمع الأشعث يقول إلهم ها ألا عجلوا فقد فضحكم الصباح أو فضحكم الفجر. هذا وين راح حجر ابن عدي؟ كان المشكوك في أمرهم، فطلع راح إلى دار أمير المؤمنين ليخبره الخبر. تقول الرواية خالفه علي في الخروج، يعني هذا راح من طريق، وهذا الأمير المؤمنين طلع من وين؟ من طريق آخر. وصل إلى المسجد أمير المؤمنين، هذول الثلاثة عبد الرحمن وشبيب والثالث هذا جردان، يقول راحوا. واحد أخطأ الضربة والثاني أخطأ الضربة، ابن ملجم أصاب عليا في رأسه وهو يقول لله الحكم لا لك ولأصحابك. فعلا يصاب أمير المؤمنين، ويؤخذ أمير المؤمنين محمولا على أكتاف الرجال إلى داره أمير المؤمنين. يقول محمد بن الحنفية تزايد ولوج السم في جسد والدي ليلة الحادي والعشرين، عرضنا عليه المأكول والمشروب فلم يأكل ولم يشرب، وإنما كان يدور عينه في أولاده ودموعه تتحادر على وجنته وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يوصي عليهم بما هم أهله. يقول فصار يوصي على أولاده من غير ولد فاطمة بلزوم طاعة أولاد فاطمة. ثم التفت إليه الحسن قال أبا يا علي ما الذي دعاك إلى ذلك؟ ليش جاي توصينا أمير المؤمنين؟ قال أعلم ولدي أبا محمد، لقد رأيت جدك رسول الله قبل هذه الكائنة بثلاث، فشكوت إليه ما أنا فيه من الأذى والتلدد من القوم، فقال يا علي أدعو عليهم، فقلت اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا، فقال يا علي لقد استجاب الله دعاءك وسيقلبك إلينا عن ثلاث، ولدي أبا محمد وقد انقضت الثلاث. لطم إمامنا الحسن ونادى وعليا وسيدايا، فصار يوصي على أولاده. التفت إلى أبي محمد الحسن قال ولدي أبا محمد انظر إذا أنا ميت فغسلني وكفني ثم ضعني في نعشي، ولا يرفع ضعني في سريري، ولا يرفع أحد منكم مؤخر السرير حتى يرتفع المقدم، وأينما وضع المقدم فضع المؤخر، ستجد ولدي أبا محمد قبرا محفورا ولحدا مشقوقا
مشروقة وساجة منقوبة كتب عليها هذا ما ادخره نوح النبي إلى علي الوصي ثم صل علي وكبر علي سبعا واعلم أنه لا يكون ذلك إلا على ولد من ولد أخيك الحسين يخرج آخر العصر والزمان ولا زال علي يوصي أهله حتى أغشي على أمير المؤمنين أفاق من غشوته نادى ألا أوصيكم بتقوى الله أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم التفت وقال الله الله في الأيتام لا يضيع بحضرتكم ولا تغبوا أفواههم بس الله الله يا أولادي بهاليتام بس الله الله يا أولادي بهاليتامى أعطوا الوفد حقها وباروها الأيام عندي علم هالشهر ما تمي ثم نادى أولادي الله الله في القرآن لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في صيام شهر رمضان فإنه جنة من النار الله الله ولا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيسلط عليكم شراركم فتدعون ولا يستجاب لكم هذا وقد أغشي على أمير المؤمنين رحم الله من نادى وعليا رحم الله من نادى وسيدا أفاق من غشوته نادى يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا تقولون قتل علي بن أبي طالب فوالله لا تقتلوا النبي إلا قاتلي ولدي أبا محمد الله الله في أسيركم هذا قاتل علي وعلي وصي علي ولا زال أمير المؤمنين يوصي بوصايا حتى أغشي عليه أخذ إمامنا الحسن رأس علي في حجره أولاده من حوله يبكون أمير المؤمنين والمنادي ينادي وعليا وسيدا أفاق من غشوته نادى رأسي في حجر من قال أنا ولدك الحسن أنا ولدك الحسن رأسك في حجري وبابا يا علي يقولون أوصاه بما هو أهله ثم أغشي عليه أفاق ودفع رأسه إلى الحسين إلي إلي أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة يعني يا حسين تذبح وتقطع أوصالك يا حسين جني أنظرك في الغاضرية نايم على حر الثرى فوق الوطية والشمر متربع على صدر الشفية ويهبر
حاجك يا ابن خير البري صح ونادي وحسين عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء صب الحسين دموعه على أبيه علي يقولون أغشي على أمير المؤمنين لكن يقول لولدي أبا عبد الله يطاف برأسك في مماليك بني أمية يفيق من غشوته يقول لولدي أبا عبد الله ادفع برأسي إلى أخيك أبي الفاضل يأخذه أبو فاضل يقول لولدي عباس أنت ساقي عطاشا كربلا ولدي عباس أنت حامل اللواء لكن ولدي أين أختك زينب أتت زينب رمت بنفسها على صدر أمير المؤمنين التفتت يقولون وضع إيدها بإيد أبو فاضل وقال عباس هذه وديعتي عندك ألا فاحفظني في وديعتي قالت أبا يا علي أنت ذاهب عنا أنت رايح أبا يا علي قال بلى بني زينب قالت أنا أريد من يكفلني ومن يأخذ بأمري قالها زينب هذه أخوانك هذا الحسن وهذا الحسين وهذا محمد وهذا جعفر تخيري يا زينب من تريدي قالها من اخوانك بتختارين لابا كلهم صناديد وشفايل ترفع هذا الحسن وحسين ومحمد وجعفر كلهم ما يهابون المنية قالت أريد من أخوتي اللي وأما الحسن وحسين تخدمهم قالت أريد من أخوتي اللي يخدم وأما الحسن وحسين تخدمهم عيون أخواني كلها بطال كانت خيروني كافل اختار البطل عباس الشفية صح ونادي وعليا شال ايدها وخلاها بايد ابو فاضل وقال ولدي عباس هذه وديعتي عندك أبا الفاضل ألا فاحفظني في وديعتي يقول نظرت زينب وإذا بعيني أمير المؤمنين تجريان بالدموع أبا يا علي ما لي أراك تجود بنفسك ما لي أرى عينك تجود بدموعها قال بني زينب لكن يوما ما ستفترقان من الذي يفارق الآخر أبا يا علي أنا أفارق أخي أو هو يفارقني قال بل أنت تفارقيه وهو جثة بلا راس على بوغاء كربلاء نادى ومنا صعد انفاق نادى ومنا صعد انفاق يا بنت الذي كتف النبي دا جني أشوفك بين الناس في هالبلد مكشوفة زينب يا بنت اللي على الشان يلا وياي زينب يا بنت اللي على الشان جني أشوفك في هالبلدان مكشوفة الراس على بعران وحسين راسه فوق لسنا صح ولادي وحسين عظم الله أجوركم
أحسن الله لكم العزاء، وبينما علي مع أهل بيته وإذا به قد عرق جبينه. صح ونادي وعليا، نظرت إليه زينب وإذا به يمسح العرق عن جبينه. نادت أبا يا علي ما لي أراك تمسح العرق؟ قال اعلمي بني إني سمعت رسول الله يقول إن المؤمن إذا نزلته الوفاة عرق جبينه وسكن أنينه. رمت بنفسها على صدر علي وهي تنادي وأبتا. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. هذا وقد أغشي على أمير المؤمنين، أفاق من غشوته، نادى ضعوا رأسي على الوسادة، هذا رسول الله وهذا عمي حمزة وهذا أخي جعفر وهذه صحابة رسول الله وهذه صحابة رسول الله، كل ينادون إنا إليك مشتاقون يا علي. وضع رأسه على الوسادة وهو ينظر في أهله ويقول الله خليفتي عليكم ولمثل هذا فليعمل العاملون، وهو ينادي وعليكم السلام رسل ربي. وعند احتضار الموت مد رجله وأسبل يده تلا الشهادتين وفاضت روحه الشريفة. الله أكبر وعليا، الله أكبر وسيدا. هبت ريح عاصف صار كيوم مات فيه رسول الله والمنادي ينادي وعليا. صار أولاد أمير المؤمنين ينظرون إلى علي. أخذه الحسين، أخذه الحسين إلى ساجة المغتسل، يغسلون أمير المؤمنين وعلي يتقلب لوحده على ساجة المغتسل، يعني تقلبه الملائكة أمير المؤمنين. وزينب أبو فاضل ينظران إلى جسد أمير المؤمنين وهو على ساجة المغتسل. نظرت زينب صاحت ياب يا عزي ودلالي ودلالي، فقدك يا ابويا دهش بالي وبعدك ترى المحراب خالي. المصيبة لما نادى الإمام الحسن رحم الله من رفع جنازة علي، يقولون رفعت الجنازة وزينب تنظر إلى جنازة علي وهي تلطم وتنادي وأبتاه وعلي. زينب تنادي ونعش أبوها شايلينا، نادي بهلها ريض جنازة ولي يا علي. زينب تنادي ونعش أبوها شايلينا، نادي بهلها ريض جنازة ولي، ريض النعش لتمايلون أبو الأيمة، لا تمايلون النعش لا ينفجر دمه يا علي.
ريضون نعش لتمايلون أبو الأئمة لتمايلون النعش لا ينفجر دمه خوف تفجرون ولا نقدر نلمه خوف تفجرون ولا نقدر نلمه وش هالشماتة يا أهل الكوفة علينا وش هالشماتة يا أهل شالوا الجنازة وصارت الضجة من الناس وجاه الحسن وحسين ومحمد وعب يا علي كل من ينادي ويلطم بعشرة على الراس كل من ينادي ويلطم بعشرة على الراس لحد تهدم سور مكة والمدينة لحد تهدم سور مكة مروا على الحيطان وظلت تحتني له ولا علي المرتضى صارت فضيلة مروا على الحيطان وصارت تحتني له ولا علي المرتضى صارت فضي ومع السلامة يا قتيل الفرض غيلة ومع السلامة يا قتيل الفرض غيلة بسيف المراد ليتها شلت يمين بسيف المراد ليتها يا باب ندفن سيفك البتار وياك توخيرته في البيت توحشنا بليا يا باب ندفن سيفك البتار وياك توغيرته في البيت وحشنا بليا حدر علينا عود حي الله محياك يا هازم الأحزاب يا ناصر نبينا يا هازم الأحزاب يا ناصر نبينا